قلت ليش طلعت من المنتخب الأولمبي؟ شنو السبب استبعادك من الأولمبي؟ ويجب أن يعطى فرصة محمد داود. أنا طلعت الملة طلعني وما أعرف ليش. عبد الخالق مسعود؟ إيه. يتدخل بقرارات المدربين واختياراتهم؟ إيه يتدخل. عجيب. والله. هسا مهم نقول قبل ما كان أكو عدنان درزالو. زين منو طلع أحمد خلف؟ منو طلع؟ هو طلع الملة. منو طلع؟ يعني رئيس الاتحاد هو يتدخل. إيه هو يتدخل. الملة يتدخل بكل شيء. وشلون المدرب يسمع؟ ترى إحنا ما علينا يطلعون. هاي لجنة المنتخبات ما يسمون ولا يسمون ولا لهم علاقة، بس يقعدون ياخذون رواتب ويرحون. من فوق تنزل الأسماء من رئيس الاتحاد. اها والله ولا واحد له علاقة. وخذها من عندي. تحياتنا للزميل مهند يقول تحياتي لكل ضيفك الأستاذ يوسف علو الكابتن حبيب، متى تعطى الفرصة للاعبين الشباب في حال السماح للاعبي الوطني باللعب مع الأولمبي؟